أستاذ أيمن، يأتي مهرجان جرش هذا العام في ظروف استثنائية خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، في جدلية إقامة المهرجان هذا العام بين مؤيد ومعارض، يعني كيف رح تصير القصة؟ سيدي، يعني نحن نحترم كل وجهات النظر اللي عم تنادي باتجاه الإقامة أو عدم الإقامة. يعني نحن نعتقد إقامة المهرجان هو يعني مهرجان تضامني بالكامل مع أهلنا بالغزة. نحن نؤمن أننا بالكلمة وبالقصيدة وبالشعر هو فعل ليس فقط ثقافي وفني، هو فعل مقاومة. نعم. يعني هذا الثبات بفتح المسارح لكل ثقافاتنا العربية وتحديدا لأخوتنا الفلسطينيين اللي كنا بنعرف أنهم بيحاولوا قدر الإمكان تشويه هذا الموروث والتراث الحضاري لدى بالمنطقة عندنا وينسبوه إلى أنفسهم. أعتقد أنه ضرورة إقامة هذه المهرجانات ضرورة أن يبقى الأردن قويا منيعا حصينا، يعني بالذات يعني أوتوماتيكلي فلسطين قوية، غزة قوية. نحن سنقيم هذا المهرجان ليس بإطاره التقليدي، سيقام بمهرجان تضامني بالكامل.